وما الدعم السريع حرقنا وضربنا، عندك حالتنا بصوا حالتنا. العلاجات أهم حاجة يعني عندنا يعني، ففي أطفال وفي ناس كبار هنا، بتمنى إنها تتوفر بس العلاجات. ثلاث أطفالنا عيانين، هاي حالة صعبة شديد، دايرين نطلع برا بس لأنه أطفالنا صغار وبيوتنا انتهت اتدمرت. عايزة أفسكر للقاهرة، يعني أنا عندي أربع بنات، ما عايزة أقعد هنا لأنه ما في ولا في مرتبة ولا في فرشة ولا في أي شيء. طبعا بيوتنا انحرقت، وفي بعض من الحاجات ما كنا ضاعت، يعني بيركضوا في الأرض، دايرين مساعدة. الأغذية كلها بتشمل الدقيق والزيت والملح والعدس، وبتشمل أغذية للأطفال أقل من 5 سنين وللنساء المرضعات والنساء الحوامل. الأعداد هنا في تزايد مستمر. التوزيع بيشمل الغذاء لكل فرد لمدة 2 شهر، وأيضا الأغذية للأطفال وللنساء تعطى لمدة 1 شهر.